طيب أنا أريد أن أذهب إلى الانفجارات الشديدة التي حدثت في دمشق وفي محيطها. تم اغتيال مذيعة مشهورة، مذيعة تلفزيون مشهورة في سوريا، توقعات عن اغتيال ماهر الأسد، ولكنها يعني كانت إشاعات، ولكن تم استهداف بعض الفيلات التابعة له والتي تتبع للفرقة الرابعة. يعني كيف نفسر كل هذا؟ يعني هذه ضربات متلاحقة على أهداف حيوية واستراتيجية وإحراج كبير جدا للنظام السوري. يعني هل يعني إسرائيل تحاول أن يعني تحرج حليفها إذا ما تحدثنا عن أن بشار الأسد حليف لها، أم أنها تحاول أن تمهد الأرض لشيء ما؟ لا، إيران، الكيان الصهيوني اليوم في سوريا هو يريد الفصل ما بين بشار الأسد وقواته وما بين إيران وميليشياتها. ما بين إيران وبشار، ولا ما بين بشار وحزب الله؟ أنا أعتقد أن يعني شهر العسل الذي بينهم والتحالف الذي كان بينهم طيلة السنوات الماضية والتسهيلات وبسبب حزب الله وتدخلاته ثبت بشار الأسد على الكرسي. اليوم بشار الأسد تخلى عن حزب الله وأيضا حتى عن إيران، يعني لم تعد التسهيلات الموجودة سابقا مستمرة إلى الآن. ماهر الأسد كما نعلم هو من طرف إيران أكثر ما هو يعني معتدل، هو الذي وافق على دخول إيران وعلى كل التسهيلات التي أعطاها لحزب الله، يعمل مع حزب الله جنبا إلى جنب. أعتقد أن قصف بيوته وعماراته وبعض من الفلل التي كان يستخدمها هي رسالة مبدئية له بأن يتخلى عن إيران وحزب الله ويقترب من بشار ويترك كل ما كان يقوم به من عمل مشترك مع الجانب الإيراني وحزب الله. وهل هذه الرسالة يعني وصلت لماهر الأسد؟ يعني هل سنجد تحالفا الآن في العائلة الأسدية للوقوف أو الخروج من العباهة الإيرانية؟ نعم، هذا وارد جدا، وهو منذ بداية كما ذكرت لك منذ بداية 7 أكتوبر والحرب الصهيونية على غزة التزم الصمت بناء على تعليمات من الكيان الصهيوني عبر الدولة العربية، طلبت منه أن لا يتدخل وأن لا يقدم تسهيلات وأن يمنع الميليشيات العراقية والإيرانية أيضا أن تتحرك على الأراضي السورية باتجاه الحدود الفلسطينية. لذلك يعني كما قلت لك بأن بشار الأسد همه الأول هو أن يحافظ على الكرسي على الحكم، لا يهمه الميليشيات الإيرانية ولا إيران، بالعكس هم أصبحوا عبء عليه، عبء كبير جدا، صادروا كل قراراته السياسية ومقدرات سوريا الاقتصادية. لذلك أنا أعتقد هو في هذه الفترة لا يريد التدخل، على العكس من ذلك حدثت مشاكل في الأشهر الماضية ما بين بعض الفرق التابعة والميليشيات التابعة لبشار الأسد وماهر الأسد وما بين حزب الله. على سبيل المثال كل كلمات حزب الله الأخيرة لم تبث عبر الإعلام، إعلام بشار الأسد، وأيضا قطع بعض الطرق وأن تغيير بعض النقاط لحزب الله وعدم السماح لها بالمرور في بعض الطرق. المشاكل كانت واضحة غير معلنة، لكن كانت واضحة لكل من هو موجود على الأرض ويراقب الأرض وماذا يحصل عليها بشكل جيد. هناك بعض الجفاء حصل بالأشهر القليلة الماضية، أنا أعتقد هي تتفق مع هذه الرواية بأن بشار الأسد ليس منخرط تماما مع إيران في هذه الفترة فقط، رغم الالتحام الكامل طيلة 10 أو 12 سنة من الثورة السورية. كانت إيران تحاول أن تثبت بشار الأسد وبنفس الوقت تصادر كل أوراق القوة التي بيديه، حتى الفرق والميليشيات التي تتبع له، كل ما هو للجيش السوري التابع لبشار الأسد سيطرت عليه إيران وتقريبا أنهته وأنهت فاعليته، بحيث يكون القرار فقط لها ولميليشياتها ولحزب الله على الأرض.